You should know إنه شط زوق مصبح تحول لفضيحة من وراء الزبالة اللي جمعت عليه. وهذا النهار شهد وقوع جريمتين عنف ضد النساء. لا تزال دماء ندى في الشارع على بعد أمتار قليلة من منزلها في شارع عمر بن الخطاب في رأس النبع. كانت السادسة فجراً عندما وصل فادي زوج ندى، اختار أن يقتلها قبل أن تغادر منزلها إلى عملها كالمعتاد في مستشفى الجامعة الأمريكية حيث ترقد حتى الساعة. اليوم بشكل عادي بين عين رأراء وزوجته دال ميم حاء من بلدة مجد السلم، تطور إلى تشنج بين الاثنين إلى أن بدأ الزوج تحطيم غرفة الجلوس. طردته الزوجة من المنزل فما كان منه سوى طعنها بالسكين، ولكنها نجت من الموت بأعجوبة.